بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساكم أوقاتكم أصدقائي. إن شاء الله بهذا الفيديو الخفيف اللطيف البسيط راح نشرح آلية حساب شحنة أي بيبتايد. شوفوا، هل إحنا حتى نحسب شحنة أي بيبتايد إحنا بحاجة لثلاث أشياء. بحاجة أول إشي للبي أتش اللي بنحط فيه البيبتايد، وبحاجة للبي كي اي للأيونيزابل آر جروب للآر المتأينة، وبحاجة لنعرف إنه مين الآر جروب المتأينة ومين الآر جروب غير المتأينة. تمام؟ هلا الآر جروب المتأينة هي فقط بس موجودة لثمن أحماض أمينية. الآر جروب للسيستين والتيروسين والأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد واللايسين والهستيدين والأرجينين. وطبعاً طبعاً هذول ال هذول طبعاً هذول اللي هم الأحماض الأمينية هم اللي بيكون عندهم الآر جروب المتأينة. تمام؟ فنعرف إنه هذول هم الأمينو أسيد اللي عندهم الآر جروب المتأينة. تمام؟ اللي هم السيستين، تيروسين، أسبارتيك أسيد، جلوتاميك أسيد، لايسين، هستيدين وأرجينين. الآن لما يجي يعطيني بيبتايد بالامتحان ويقول لي أحسب إيش؟ أحسب شحنته. فأنا بدي أحسب شحنته قبل التأين وأحسب شحنته بعد التأين وأطرحهم من بعض وأعطيه إيش؟ الشحنة النهائية. ركزوا معي، موضوع بسيط. لما اجي امسك البيبتايد اول شيء بدي البسه مجموعه امينو من النهايه الشمال والبسه مجموعه كربوكسيل من النهايه اليمين. هقول له قبل التأين الامين كم شحنتها؟ موجب، والكربوكسيل كم شحنتها؟ صفر. هذول اشياء ثابته مسلمات. الان بعدين شو بعمل؟ بعدين باجي على الاحماض الامينيه ببلش فيهم ايش؟ ببلش فيهم واحد واحد. الان باجي على الجلايسين. الجلايسين ما عنده ار جروب تايتربل، ما بهتم فيه، بهتم بس بانه طرف. بعدين باجي على الهستيدين. دائما وابدا الاحماض الامينيه هذول الثلاث اللي هم اللايسين والهستيدين والارجينين الار جروب تاعتهم شحنتها موجب واحد. هاي قاعده ما بدي اياكم تنسوها. تمام؟ طيب بعدين بدنا نيجي وين؟ بدنا نيجي على الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد هو ايش؟ عنده ار جروب. ار جروب ايش مالها؟ يونايزب من ضمن هذول، ولكن ايش شحنتها؟ صفر. يعني هذول كلهم عندهم ار جروب ايونايزابل. تمام؟ يعني انا مثلا بطلع هون بلاقي والله هيستيدين، بقول اه هذا عنده ار جروب ايونايزابل، كم شحنتها؟ موجب واحد. الان باجي بحط هون ايش؟ موجب واحد. الان الجلوتاميك اسيد من ضمن هذول، هي جلوتاميك اسيد ايش شحنته؟ هو عنده ار جروب متأين، ايش شحنتها؟ صفر، بحط صفر. الاسبارتيك اسيد هو عنده ار جروب متأين بس ايش شحنتها؟ صفر. السيستين برضه عنده ار جروب، ايش شحنتها؟ شحنتها صفر. طيب الان الارجينين عنده ار جروب متاين، هو من ضمن هاي المجموعه، انا بس بطلع على الار جروب لهذول المجموعه ايش شحنتها؟ موجب واحد. والهيستيدين برضو عنده ار جروب ايش شحنتها؟ موجب واحد. الان لما انا اجي احسب الشحنه قبل التاين، هاي واحد، هاي اثنين، ثلاث، اربعه، اذا كم الشحنه قبل التاين؟ اربعه. الان ركزوا معي، الان هون كم البي اتش؟ 14. الان هون لما يقول لك البي اتش 14، طبعا البي اتش 14 هو اكبر من كل البي كي اي الموجوده لكل الاحماض الامينيه، فالمعنى انه كله راح يتاين. طبعا هي القاعده دائما شو بتقول لك؟ اذا البي اتش اكبر من البي كي اي بتاين اللي هو المجموعه او بنفك الاتش بلس. اذا 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 البي اتش اقل من البي كي اي ما بتاين. بس انت هون شو قال لك؟ البي اتش 14. واذا انتم دارسين، طبعا يفضل تدرسوا هذا الفيديو بعد ما تخلصوا التشابتر الاول، دائما البي اتش 14 هو اكثر من كل البي كي اي لكل الاحماض الامينيه، فالمعنى كله راح يتفكك. الان باجي هون وين؟ باجي هون على هذا البيبتايد. الان باجي هون، هاي تنشال، هاي واحد، وهاي هاي بتفقد اتش بلس، هاي بتفقد اتش بلس، وهاي بتفقد، هاي اثنين، وهي بتفقد، هاي ثلاث، وهي بتفقد، هاي أربعة، وهي بتفقد، هاي خمسة، وهي بتفقد، هاي ستة، وهي بتفقد، هاي سبعة. الآن في منكم شو بعمل؟ بوصل هون بوقف. الآن اتذكر إنه هذا برضه بيفقد، يعني هذا الحمض الأميني اللي هو الهستيدين بيفقد من الآر جروب تبعته، وبيفقد من مين؟ من الكربوكسيل هاي. فبالتالي هذا البيبتايد كم فقد؟ ثمان شحنات. فبالتالي هاي فقدنا واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا كم الشحنة بعد التأين؟ ناقص ثمانية. كم تصير المحصلة؟ 4 ناقص 8. كم إذا شحنة البيبتايد؟ ناقص 4 لما يكون البي اتش 14. تمام؟ طبعا مثلا لو كان البي اتش، طبعا أنت دائما حتى تحسب الشحنة لازم تعرف إيش البي اتش، وهذا بنعطى بالسؤال، والبي كي اي لازم تكون أنت حافظه أو عارفه، وتعرف مين الآر جروب الأيونايزابل أو لا. تمام؟ طب سؤال، لو كان مثلا هون بيناتهم يعني بين هالأحماض الأمينية عندنا مثلا بهذا البيبتايد حمض أميني اسمه الفالين، يعني مثلا هون بدال الهستيدين فالين، لان الفالين ما عنده ار جروب ايونايزابل، ما بتطلع عليه بشطبه. يعني تخيلوا هون بدال الهستيدين في عندنا حمض اميني اسمه الفالين، هل الفالين من ضمن هذول الار جروب المتاينه؟ لا. ف
فدائما انت شو بتعمل لو كان هون فالين بتشطبه، فدائما وابدا احنا بنتطلع بس اذا كانت الار جروب ايونايزبل. ومين هم الار جروب ايونايزبل؟ هذول الاحماض الاميني. وبالتالي خلاص الموضوع، النهايه الشمال بتلبسها امينو شريتها موجب واحد، واليمين او اتش. بعدين اذا كانوا الاحماض الامينيه قاعدين هذول اخر ثلاث تعطيهم موجب واحد، واذا كان الار جروب يعني اذا كان حمض اميني عندنا ار جروب انه متاين من ضمن هذول تعطيه صفر. بعدين تحسبها قبل وبعد، تيجي بعد الان بيجي على البي اتش. الان بتصير ايش تقول مثلا اذا كان البي اتش اكثر من البي كي اي، تمام احنا بنتاين. بس احنا هون ليش رحنا وانه كله بتاين؟ لانه كل البي كي اي هذول لهم اقل من 14. بس انت فعليا لو كان مثلا البي اتش 10 بتصير تقول والله مثلا البي كي اي للار جروب تاع الهيستيدين والله مثلا مثلا 8 بتاين. تيجي مثلا على البي اتش مثلا للسيستين، مثلا على البي كي اي للسيستين مثلا بتلاقيه 11، بتقول البي اتش هون 10 10 اقل مثلا من 11، هاي معناته هاي ما بتتاين. فدائما وابدا انت حتى تحسب انه تشوف انه هاي المجموعه بتتاين او لا، بتروح بتطلع على مين؟ بتروح بتطلع على اذا البي اتش اكثر من البي كي بتتاين. بس احنا هون ليش رحنا قلنا كلهم بتاينين؟ لانه هون البي اتش 14 وال14 هاي اكثر من كل البي كي اي. ولكن انت اذا اعطاك بي اتش مثلا 10 لا، بتصير تيجي على كل مجموعه بتقول والله مثلا المجموعه اذا كان البي اتش اكبر من البي كي بتاين، بس اذا كان هاي المجموعه البي اتش اقل من البي كي اي ما بتاين، تمام. واذا كان مثلا هون عندنا بداله فالين، الفالين مثلا ما عنده ار جروب ايونايزبل، هذا شو بتعمل؟ بتشطبه. فدائما انت بحساب الشحنه بهمك الاطراف، وبهمك الار جروب اذا كانوا ايونايزبل او لا، وبهمك الار جروب ايونايزبل هذول المجموعات، واذا كانوا قاعدياتهم اللايسين والهيستيدين والارجينين هذول الثلاث تعطيهم الار جروب تاعتهم ايش؟ موجب واحد. هذول الثلاث دائما الار جروب تاعتهم موجب واحد، اما هذول الار جروب تاعتهم ايش بتكون شحنتها؟ صفر، تمام. لو كان هون عندنا فالين، الفالين ما عنده ار جروب ايونايزبل، شو ما بتشطب عليه. لو كان عندنا جلايسين بتشطب عليه بالنص، تمام. بتمنى ان تكون الفكره وصلتكم، والله يعطيكم العافيه. برجع بنزل لكم اسئله، واذا ما فهمتوا الموضوع برجع بعمل لكم عليه فيديو ثاني بالتوفيق، والله يعطيكم العافيه.